فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قد حججت حجة الفريضة سابقا وأريد أن أتنفل بالحج. يقول: قد حججت حجة الفريضة سابقا وأريد أن أتنفل بالحج عن أحد أقاربي. سؤاله: هل ينطبق علي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟ كيوم ولدته أمه. نعم، كما تفعل لنفسك تفعل للمنوب عنه، ولك الأجر فيما زاد عن المناسك، مثل الدعاء في عرفة والدعاء في مزدلفة والصلوات، هذه أجرها لك في المشاعر، إنما المنوب عنه له المناسك فقط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.